Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce... ألم بكم في عدد جديد من بيزنس بلانيت من هنا في غانتي بلجيكا. مفاتيح التقنية التمكينية كتقنية النانو والتقنية الصناعية الحيوية عليها أن تتمكن من إحياء الصناعة في أوروبا وتحويل معلوماتنا الجيدة إلى منتجات تنافسية حقيقية في السوق. هذا هو بالضبط ما قامت به إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة هنا. هذه الشركة متخصصة في استخراج المنتجات الطبيعية وخاصة الزيوت المستخدمة في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. قبل بضعة أشهر مسؤول هذه الشركة الصغيرة واجه مشكلة كبيرة. أحد العملاء طلب مني تطوير عملية جديدة لاستخراج مزدوج للتأكد من إمكانية القيام بها، ولأن هذا يعني استثمارا جديدا بمبلغ 1,000,000 يورو كان يجب اختبار هذه العملية في نطاق نصف صناعي. كريس تمكن من اختبار هذه العملية والتحقق من صحتها في مصنع تجريبي تتوفر فيه كافة الأدوات اللازمة. تبين أنها عملية مكلفة. اليوم نحن على وشك توقيع عقد بمئات الآلاف من اليوروهات، وهذا يمثل 3 أضعاف عائداتنا وتعيين 7 موظفين جدد. رغمني نفهم الأمور بشكل أفضل. في العام 2008 السوق العالمية لمفاتيح التقنية التمكينية كانت تمثل حوالي 646 مليار يورو. بحلول عام 2015 ينبغي أن تتجاوز 1,000 مليار يورو. هنا تمكن كريس من تطوير العملية. منذ العام 2010 حوالي 100 رجل أعمال من أنحاء أوروبا استخدموا هذا المصنع التجريبي المتخصص في المنتجات القائمة على الصناعة الحيوية. على سبيل المثال هناك عملاء يأتون إلينا لإعلامنا بوجود مشكلة، علينا أن ننتج طنين من المنتجات، هنا يمكننا أن نقوم بهذا وليس في المختبر. تم تمويل هذه المبادرة من صناديق الاتحاد الأوروبي في المنطقة الإسلامية في بلجيكا وهولندا. هذه المنصة التي تتصف بالمرونة والتنوع مستقلة تماما عن المجموعات الصناعية الكبرى. إذا كنتم من الشركات المتوسطة والصغيرة وترغبون في تطوير العملية على نطاق صناعي، الأمر يتطلب إما بناء مصنع تجريبي خاص وهذا مكلف للغاية ويستغرق وقتا طويلا، أو المجيء إلينا لنتمكن من مساعدتكم بسرعة وبأموال قليلة. بالنسبة لي مفاتيح النجاح هي شبكة من المتخصصين والمعدات اللازمة واختبارات شبه صناعية قبل الشروع في المغامرة وتثبيت القدمين على الأرض.